كيفك يا استاذنا؟ بدي اقول لك، انت بدك تعمل بدك تعمل شو اسمه، بدك تسيرش على باترن موجود بال 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 بالفايل اللي هو هذا، فرضا هذا هلو دوت واف. هات تجرب سمعك يا مثلا هذا، هلا هو بالمناسبة هذا منه صوتي، فهات نسمعه. هذا شاب صغير عمره شي 6 سنين انا تقريبا بقدر، او 5 سنين او شي هيك، وعم بيقول انا نسمعه شو عم بيقول. اوكي، مش عارف اذا حيبين الصوت بهالفيديو اللي عم بعمله. Hello from the children of planet Earth. عم بيقول hello from the children of planet earth، يعني مرحبا ل مرحبا، عم بحيي كأنه عم بحيي الكائنات الفضائية، أو عم بحيي من هون hello from the children إلى آخره. فكيف بقرأ؟ بدنا نستعين بهيدي الفانكشن المهمة جدا، أو الموديول خلينا نقول سايباي. فيك تعملوا هول هنا زيتون سايباي كذا دوت واف أس واف. هلا في شيء اسمه ريت وسيج، بتستعمل هيك واف دوت ريد. هلا انا لانه عم بستعمل شو اسمه يوبونتو، نو عم بستعمل مش ويندوز، عم بستعمل شيء تاني اسمه يوبونتو. هلا الفايل تاعي موجود انا، يعني هيك ببلش انا. انت بتبلش بكيف تبلش بالسي انت؟ انت مثلا ممكن تعمل سي هيك نقطتين، واذا عم تشتغل ويندوز مثل انا بعرف الافضل بلا كل هالقصة، كل هول محيون. والفايل انا حبعت لك اياه هو واف فايل. هذا الفايل حطه بنفس المحل اللي انت حتعمل فيه رانينج. مثلا اذا انا عم اشتغل هون على جوبيتر، ف مبدئيا هو بيكون موجود وين انا حاطه. ايه مثلا الفايل تاعي اللي عم اشتغل اسمه ساوند، اوكي ساوند دوت اي باي ان بي شو اسمه جوبيتر نوت بوك. فكبه هون بشي محل هيدا الهلو دوت هيدا، لانه الفايل تاعي موجود هون، هي ساوند هيدا اللي انا عم بشتغل. فكبه هون حيلقطه، بيعرف انه موجود هون وبتخلص من القصه كلها. اوكي، فانت الكود تاعك رح يكون مبدئيا هيك، هني هول السطرين. فخلينا نتناقش بعد شوي بالموضوع. فاذا خليني ارجعه. انا كنت عامل له ران قبل شوي. شو هو الريت وشو هو السج؟ السج هو فعليا الاشاره، هي كل يعني شو بسموها السامبلد، هي سامبلد داتا، يعني هو الداتا فعليا. بس بتقول له مثلا سج، وخلينا نورجي بلاك، هي عم بورجيك هون الارقام شو هي 748524 كذا كذا الى اخره 3388. وعم يعمل هون وعم بيقول لك التايب تاعه هو انتجر. وبالمناسبة هيدي array، يعني هو array، يعني هي numpy، هيدي numpy array. ف هي numpy، مش عارف اذا لازم تكون عامل import للnumpy، ما ضرورية، بس انت شو بعرف نعملها اذا بدك as np، بس بفتكر مش ضرورية. فالسيج فإذا هن هول كلهم عم بورجيك بس 3 فار، بس هي أكبر من هيك بكتير. خلينا نقول شيب، وهي جاية 3 4 1 2 2. هول هن عدد السامبلز 34,000 سامبل. هذا الفويس ساوند هذا مدته شي 5 ثواني تقريبا. هون 34,122. هيدي الفاصلة، بعد الفاصلة ما في شي هون. في عندك هيدا مسكر، هيدا تيوبل، وهيدا عنده دايمنشن واحد. اوكي، هن هيك حاطين فاصلة لسبب بيتعلق بالنمباي ما بدي فوت فيه. فبالنسبة لك هيدا دايمنشن واحد، وهيدا مثل ما اتفقنا عليه اليوم انه احسن شي يكون دايمنشن واحد. مشان هيك مبدئيا انا اخترت الواف، هيدا الواف اكس شو اسمه فورمات. طيب بتجي انت بدك، اذا هيدي هي السيجنال بكل بساطه بكل بساطه بكل بساطه. هلا الريت موضوع مهم، مثلا تعال نشوف الريت. بقول لك 8000، يعني هيدا معمول على 8000 سامبل بالثانيه، يعني كل 1 ملي سكند اللي هي 1 على 1000 من الثانيه رح يكون فيها 8 سامبلز، معناتها انت بتاخذ 8 8 8.
انت بدك تعمل دراسة على الباترن هيك. فانت هلا هول بالبداية هول ما لك شغل فيهم، ما تقرب هول، منهم باترن اصلا، اصلا هول باترن لنويز، هيدي ضجة على الفاضي. وهون في كله نويز، كلها هي نويزات. انت بدك تعمل باترن، بدك تاخذ اشياء موجودة هون، تاخذ لك مثلا شي ملي سكند هون، شي ملي سكند هون، شي ملي سكند هون، ملي سكند هون، ملي سكند هون. اوكي، هيدا هون عم بيقول هو كلمة هلو، هيدي فروم، هيدي ذا. انا بقول ذا هي بس من هون لهون. children هيدي كلها children، children of هيدي هي الاوف بفتكر، planet وهيدي هي الearth، وفيك تتأكد منهم اذا بدك مصدقني. هلا هون انا عملت البلوت مات بلوتلب، قلت له plt.plotSignal، يعني بعل ورجيني هاي السيجنال، رسم لي اياها. قام رسم لي اياها كلها سوا وريحني من الموضوع كله، اعطاني حتى الاكس اكسس هو عمله اندكسز هيك، اندكسينج لحاله، كتر خير وريحني. فاذا السيج هي مثل الواي اكسس، تلاحظ هون واصل حقيقة ارقام كبير، يعني ما بعرف 20,000 هذا رقم كبير. فبركي انت بتعمل لها شو بعرفني، خد انت شوف شو بتعمل، انا ما بدي فوت بهالتفصيل هلا. بالنسبه فاذا مش من الواحد، مش من الصفر للمية مثل ما اتفقنا، تو ديجيتس هيك عندك ما شاء الله للعشرين الف. اوكي، هيك تاخذ فكره انت قبل ما تعمل لهذا، وفيك تلحق الباترن بتاعك اللي انت بدك اياه على كل الاحوال. فيك تلعب لعبة حلوة نتناقش فيها بعدين، بس انا هلا ما بدي فوت فيها بعدين. هي شيء اسمه، حتى ما بدي اقول شو اسمه، خلص. اوكي، فاذا هلا انت بتقلي طيب انا اي هي، من وين بدي بلش الملي سكند تاعي، من وين بدي اخذ اول 8 سامبلز، من وين بلش فيهم، بلش من 5000 مثلا. 5000 يبدو شيء مشجع منه عاطل. وفيك انت اذا بدك تعمل باتر بلوتينج، حتى ننزل، خلينا نعمل خلينا نخترع شيء فاريبل جديد. طبعا نحن بنعرف هن انه هو 34000 ما بعرف قديش. مره تانية رح اقول له sig dot shape اللي هو بنعرف بالضبط قديش هن. فاذا بقول له sig مثلا لل 34121 اكيد بيعطيك اياها. إذا بتقول له لل 1 to 2 ما بعرف إذا حيعطيك ايرور، كب ايرور. فإذا هو من الزيرو لل 1 to 1. طيب، فإذا الاكس تعال نخترع أنا وياك شي اكس هيك على ذوقنا. كده نعمل ليست فيها رينج لل شو اسمه لل 3 4 1 2 2 3 4 1 2 2. وتعال نجرب نطبع الاكس، نقول له شو هي رينج من 0 لل 3 4 1 2 2. تعال نقول له رينج 0 مثلا. اوكي، اذا بنقول له رينج لل 3 4 1 2 1. اوكي، طيب مبدئيا هول هن الاندكسز، مش عارف اذا حياخدها. رح اجرب اقول له هون اكس وهي ذاتها كثير منيح، رد الرسمه هي ذاتها كتر خيره. طيب تعال هون اللعبة اللي هلا بدي اقول لك اياها، هون بدي اخدها. انا بدي بلش، رح بلش من الى، يعني من فرضا من ال، انا بقدر هيدي على 3000 او 3500 لل، كمان هون رح اخدها كمان 3500، بس انا هون عم باخذ نقطة واحدة، انا ما بدي هيك. هلا هون رح حط لل 3 4 1 2 1، يعني من الى، كمان من 3500 لل 3 4 1 2 1. اوكي، حلو كتير، هي صار هلا عم يطبع هي من 3500 للاخر. اوكي، فهيدا هي بكل بساطة. ما بدي فوت بعض التفاصيل اكتر من هيك. فبالتالي فيك مثلا اذا انت اقتنعت ب 3500 خدها، بدك تكتر شوي تطمن اكتر خدها على 4000، بلش من 4000 السامبلت تاعولك. اوكي، 4000 كمان بفتكر هيدي جود سامبل. تعال نكبرها شوي. انت مبدئيا لنقول فرضا انت بدك تاخد 8 سامبل، فيك تشوفهم لك ما احلاهم، 4008 اخر وحده بعتقد بيرفضها، 4008. اوكي بالضبط، لك ما احلاهم، لك ما احلاهم، شو بدك بعد احلى من هيك؟ 4007.
فهيدي بتكون one sample. انت بدك تجي تعملها، اذا انت بدك تشتغل على ال 1 ملي سكند بشتغل. انت شوف شو الانسب مثل ما اتفقنا اليوم. قد انت تقرر تشتغل على كده 3 سوا، قد تقرر تشتغل على كل ما بعرف قديش سوا. شو بدك تعمل variance، بدك تعمل تايلور، بدك ورجينا شغلك. اوكي، فاذا بالمحصلة عندك الفايل رح ابعت لك اياه، شو اسمه انت شغلك، ايه شغلك بس بهالهيدي. اذا مش موجود الساي باي عندك بدك تعمله بالبيب، بتفوت او ما بالباي تشارم فيك تنزله او بالبيب، بتقول له بيب انستول ساي باي. اوكي، فهون اذا بتقول له هلا انا انزل مثل ران، بس هو اكيد رح يقول لي انه اتس اوريدي انستولد. بالضبط، requirement already satisfied. عم بيقول لي نازله، عم بيقول لي انه نازله وماشي حالها، وموجوده النمباي لانه بدها نمباي كمان لتنزل كانه. عم بيقول لي بس هيك خلصت، ما في، وعم بعطيني اجي الفيرجن الموجوده عندي. اوكي، بتمنى لك التوفيق ببحثك. هلا انت عم تشتغل مثل ديتكتيف، مثل تحري، ويعطيك العافيه.